الطبول قاد راسك انزلي انزلي انقرت شرفك انقرت شرفك وشرف الشرف زوجتك اختك بتعمك تقولها انزلي عراقية. السلام عليكم. سؤال محيرني في عالم التيك توك وخاصة في البثوث، انه اغلب المشاهير في الوطن العربي يتهاوشون ويسببون مشاكل امام انظار المتابعين، لا نعلم هل لاجل كسب مشاهدات اكثر ودراما ومن هالسوالف، لان عندهم خاص وممكن يحلون مشاكلهم في اسرع وقت وبدون وجع راس. وهنا في هذا البث راح نشوف كوارث للأسف بين فؤاد وفرانكو وزهرة بسبب حسام، انه فؤاد اتهمه انه قال حسام اناني وما يريدني، وقال لي زهرة انه ما تدخل وياه ومن هالامور هذا، واتهم فرانكو باللوغي وقال له كافي الدافع دون وجه حق، وانت للأسف دائما تتلوك للجميع وخاصة لمشاهير العراق. ما طول عليكم، خلي نشوف. لا حط رجلي بيك على راسي، لا رجلي طولها متر، انا حطها بي واحد رجلي صلي فهمت لو لا، ومو بس بي حطها بحلقك همات ولا واحد لوقي فهمت لو لا، انا ما طبع عليك بالصفحه واقول لك انزلي بخير رجال تعلق بالواقع. اسمع بالواقع ما عندي شغل عمل، انا اجي والله بالواقع عليك رجال شاشه زين، لا رجال غصبا عليك انا رجال طرنا انت إيه لو لا غصبا عنك رجال اني رجال ما طبيت اني انا ما طبيت وقلت لها انزلي، افضل انا لا اطلط من وراكم. انتوا تلطلطون ورايا انت وحس حس وغيره الطبون شكله راسك. انزلي انزلي شو عليك شرفك شعليك شرفك وشرف الشرف زوجتك اختك بتعمك تقولها انزلي عراقية اختي وزوجتي وبتعمك تاج راسك كم قندرتها تاج راسك على اللواقي خليه على صفحه مال عراقية بعد كلام واسلوب عراقية وما تاج راسك انسان محترم لا تقلب لي اياها تاج راسك فؤاد لا تقلب لي اياها هاي السوالف هاي لا تحكي زايد لا السوالف مال انه عراقية وما اعرف شنو لا تحكي زايد لا تحت زايد وتنشب وتسكت لا انت تنشب وتاكل قناه تنشب وتسكت فهمت لا شباب 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 100 قندره عميطك انت على راسك القندره هاي بنا على قطع على راسك والله بس اوكي شباب شكو شكو فرانكو 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 سجاد انزل سجاد انزل بالك احنا انا صاعد ويا زهره ويجي حس حس يقول لي يغلط على انا صاعد ويا زهره ويجي على القندره يقول لي انزلي لان الزبايل غيره غيره يغارون انا شايف رجال يغار مع رجال ما شايف هيك زبايل بحياتي مثل الزلمه اللي جاي يشوفون بالنت تعذيب غيرته والله غيره 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 وغرغره غيره استحوا على نفسكم العراقيين غيره اكثر منك لك واكثر من عشره مثلك زباله اسمع انت زهره لا تعيشي هذا مال الدور لازم تحكي الحقيقه وهاي الرسائل مالتي شايف الرسائل اللي كاتبت لي انت حس حس اللي قال لي انزل وهذا هنا باللايف هو طاب لي كم قال لي انزل قال انزل انت انسان واطي ولسانك وسخ اللي ما اعرف كل الجن على من تبلد لان انت انسان وسخ اسمع انت الوسخ بتبلد انا ما معتدى عليك معتدى عليكم وانتم لان الزباين جاي تصعد وياي تطبون تتلوقون انزل احنا ما نتلوق تخسى على شاربك وشارب عشان فرانكو 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 بس ثواني فؤاد فؤاد سلم فؤاد زين غصبا عنك والله فرانكو قدرتنا الشرف والشرف تغلط علي يعني بس تصعد وياي يجون يتلوون انزلي شو هالحكي سجاد انت صاحب هدوا 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 فرانكو بس هدي فرانكو فرانكو بس وقف فؤاد بس مو انا مو زلمه ولا ابن الفلوجه لا اطلفك بالشارع هلا اروح بس وقف بس وقف فرانكو بس خل افتم بس خل افتم الموضوع بس خل افتم الموضوع انا ما دخلت هيك على الموضوع انا اسالب لك الموضوع انا وزهره خل نسمع خل نسمع الموضوع هذا كله ما ابي انا وزهره كنا اصدقاء تمام هي تعرف اصدقاء قويين يعني عوف ما اسولف لك الرسائل وهي عوفه نصعد انا وياها اجى مره حس حس يقول لها انزلي من فؤاد هذا اول واحد تمام وزهره نزلت راحت نزلت وسوت مشكلة وسوت نفسها زعلت وراحت تمشي هذا الشيء لا طبيت علي يوم النفس العشية هسه بالجديد صعدت ويا فرانكو صار هيوم ما ادري ليش هسه هم صعدت ويا فرانكو هسه طبت وياي ويقول لها هم انزلي نفس الحالة سوتي شنو هاي شو يسمونها غيرة لو مو غيرة غيرة لو مو غيرة عندنا غيرة على بنات بلدنا اكثر من غيرتك على ارضك
استغفر الله يا رب. بس هدي فرانكو مو هيك الحكي، فرانكو مو هيك الحكي والله. لا هيك الحكي، انا متضايق. لا عيب 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 والله. انت الحق يا ناس اللي تجاوز عليك. تحبون واحد منافق لوقي؟ ليش تحبون واحد منافق لوقي؟ من واحد يحكي الحق ما تحكون؟ ليش تحبون انه واحد يتلوب ويمثل عليكم؟ وهذا بن عمي وذاك بن خالي على مود 1000 لايك، على مود 2000 لايك، على مود صعده ولا بتجولي يتلوق لي؟ ما اتلوق لاي بشر اني زين لو لا. ليش تحبون واحد لوقي ويمثل عليكم؟ يعني جاي اشوفه قدامكم اللي صعد ولا قبل ذاك اللي يقول لي بن عمي اجى قال انزلي، وهسه صعدت ويا واجى هذا الثاني هم قال انزلي. شنو السبب؟ فؤاد كافي. فهد فهد فزهراء زهراء بس سؤال زهراء هسه 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 ترى المواضيع ما تنحل كلها تعرف كبار بويته المشكلة يا اخوي يا سجاد اريد اقول لك شغله بس ثواني 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 احنا الهمه من الله فرانكو تاج راسك فهمت لو لا فهد فهد يا كوبا لا 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 بس ثواني ها 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 فهد فؤاد بس هدو هدو ترى موضوع مأمون ما نحل موضوع منكم مثل عشرة مثلك انت شابوك القنادر انا ارشل منكم من القنادر لان انا مو مثلك اروح انا ادخل انا مو مثلك اروح ادخل بس فؤاد فؤاد غير اشوفك تستنون زلم فؤاد 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 على اساس انت زلمك بالعبر على اساس انت زلمه طنيه زلمه انا عنك زلمه فرانكو بس خلنا نحكي الرجال ده يحكي زلمه ما يصير ما يصير ما تنحل المواضيع تعال فرانكو المواضيع ما تنحل لا بالتجاوز ولا بالصياح خلونا نحكي تجاوز الاول بس خل بس خل بس خل احكي بس خل احكي بس خل احكي خل احكي حكايه 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 اولا اولا قول يا الله صل على محمد اوكي صلي على محمد وآل قول يا الله فؤاد فؤاد المواضيع ما تنحل بالتشنج تنحل ببساطه اوكي اذا كان اكو طرف خطا ها نقدر انه نحله بالخاص اللايف والله العظيم مو هدفنا والله العظيم مو هدفنا انا ما فتحت لايف لا ادور على اللايف هم جاوا يسوون هاي السؤال حبيبي انا ما فتحت لايف وجيت وحكيت الا شفت التجاوز الا شفت التجاوز الا شفت التجاوز انا بعد ما اقعد ابي الخاص احكي بالعام واطب بعين اللي يتجاوز احطني تعليقات وتقول اكبر راس يتجاوز على على عشيرتي او على على قرايبي احط رجلي بي اسمع لا تقول لي تدرسني ولا تسوي لي هاي سوالف واسوي له سفره سفوري بالخمسه مالته ورب الكنادر بس هوب 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 فرانكو ايش بيك فرانكو فؤاد 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 على عشيرتنا دوس على راسك بالقندره لان انت تتجاوز هواي هاي عليك بالشاربي هسه اجيك وين عليك وعلى شاربي دف عليك فؤاد ما خف بس من تعال زباله زباله ابارك يا ابن الاوبر تعال شوفك الزلمه ما تقار من الرجال ولك انا انت حياتك ما تقدر تسوي مثل جسمي انت ولك انت انت اضرب عليك تقعد ضربت ضربت عليك تفش انت خير من ضربت واحده تفش لو بيك خير ما تغار من الرجال انت زباله انت زباله لو بيك خير ما تغار من الرجال بس انت زباله هو الزباله هذا زباله انت واحد زباله ما اريدك وحدك نزلي يمها احمد تحكيات نزلي اريدك وحدك وانت شعليك تقول نزلي شعليك بس زباله اكبر انا انزلي تسمع يقولون مو زباله ويقولون مو زباله نزلي ما لك علاقه زباله لا انت الزباله شعليك تنزلي لا تاخذين اسمعي انت مو تقولين انا ما اخذ كلام واحد شكو تاخذين كلامي احنا شكو تاخذين كلامي زوجك حبيبك اشرف شكو تاخذين كلامي بس اشرف تكون زوجتي اشرف زين شنو شنو بس بس فرانكو فرانكو الشرف انت فرانكو الشرف بالنسبه لي الشرف لك زباله انا قبل تعرف قبل فرانكو فرانكو عرفت واني اصدقاء وكل شيء نعرف انا اشرف لا لا قويت لا تسوي لها سوالف عبالي ما ظل فقير لا تبيع لي راسه بالقندره اللي يغلط على قراي لا اخاف من ولا اخاف من هذا ولا اخاف من القندره انا احكي الحق انت لازم تعتذر طب عليك قندره قلت حس قال لك انزلي طب هذا فرانكو قال لك انزلي شنو انتوا انا ما قلت شنو تريدون من عندي انا ما عبالي جايين من عندي شنو ما كانت تلعب انا لا طب على واحد ما كانت تلعب على واحد وانت لا تسوي اللي دراما يقول لك انزلي هذا الموضوع تغلط قندره هو يقول لك انزلي ماكو انت القندره هذا جاي يقول لك انت يوم ما لك علاقه ايش ردي اذا انت تقول انت القندره كلب فرانكو فرانكو اسامينا ارفع راسك انت القندره
عادي هسه نعود هسه حتى هسه انا مع احتراماتي لكم فؤاد وفرانكو يعني عبالكم الموضوع ينحل بالصياح واللي في الشارع يعني ما ينحل لك يكرهوني بدل ما يكرهوني يسلونهم ما ينحل الموضوع منو حتى كرهك منو انت؟ فرانكو فرانكو انت اذا جبت طاري اسمك بحلقك هم اسمك جايب عجيب 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 فرانكو عجيب عجيب يعني عجيب بس هدي 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 هسه مبدئيا المواضيع والله العظيم ما تنحل باللايف احنا نسد اللايف كلنا ونروح هسه انا اسوي مكالمه جماعيه بالخاص ما تفيد مكالمه قدام الناس تجاوز يعتذر لا 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 شو قدام الناس قدام الناس امام الناس شو يقولون لا لا والله والله فرانكو فرانكو العالم هسه شو يقولون خسي خسي هو حكى مثلي بس اسمعني 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 بس اسمعني زهراء هسه والله العظيم من يدخل واحد فرانكو خليني احكي خليني احكي انا دا اسمعك احكي من يدخل واحد هسه غريب يقول شوف العراقيين بيناتهم يتعاركون والله العظيم زحمه نسد اللايفات هسه نسد اللايفات ونجي نحل الموضوع بالخاص ما ينحل الموضوع باللايف خذوني حبيبي حبيبي تعال تعال بالخاص نتجاوز تعالوا كلنا بالخاص نتجاوز مو قدام العالم والنوبة هم بيحشو يعني فؤاد انت جيب الطاري انت جيب الطاري حس 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 اني لوش مهما يسوي بي اعتبره ضلعي واخوي شو مهما يكون خابر كينج احمد جاء كينج احمد يمي بالله خابر كينج احمد قلتيني وقلتيلي ضلعي وقلتيلي قلبه وقلتيلي حبيبه وقلتيلي كل شيء تمام وهسه ضلعي هذا هنا همه بعتيني هنا وبعتيني على حس حس وعلى غيره لا اسكتي اسكتي هذا الحكي عوفي هذا الدراما ما اريده الدراما ما اريده انا ما احب ان اتلوق ولا احب ان الفلف بهاي السوالف لازم تكونين واقعيه ليش تكونين تحكين وجهين ابو علي الوجهين ليش انتوا ليش منافقين عراقيين منافقين بدون تجاوز لا تتجاوز قارد افتي من وراك احكي بدون تجاوز انزلي من هذا الشخص ورحتي نزلتي طب ليش هذا القندر الثاني وقال لك انزلي من فلان انت وخلفه لا قندر انت وعشره يدوسون على حقي والله جاي يدوسون على حق انت القندره ورا لك طبعا انا راح اكتمهم اثنينهم اعذرني سجاد اعذرني وامسحها بوجهي هاي الالفاظ اللي هسه سمعتها انا زهراء طيت ميوت لهم بس اريد افتهم الموضوع من يمك اريد افتهم الموضوع فهميني اريد انا ترى مو قدام اللايف والله العظيم والله العظيم اول شيء زحمه اجا واحد من الجيش اللي اني ما اللي ضدي وضد حس دخلوا على فؤاد كتبوا له بالتعليقات فؤاد حس دخل على زهراء وقالها طلعي هو اصلا فؤاد ما له علاقه انا صارت عندي مشاكل بيني وبين اهلي عمود فؤاد خليك اكمل فؤاد اذا ممكن طبيت الفؤاد قلت له فؤاد اني يعني اهلي ما يقبلون اصعد وياك لانه سوينا اني وياك دورات تمثيليه اهلي ما رضوا عليها زين فخلص انا يعني بعد ما اصعد وياك حتى لو فتره وراها نرجع نلعب انا وياك كان قال لي اوكي فؤاد سمع الكلام اللي كتبوا لي اياه بالتعليقات كتبوا لي ترى زهراء حس قال لها بعد لا طلعين يا فؤاد حس شعلي حس ما له علاقه حس اصلا بعيد عن هذني الامور فرانكو زين شنو باي بس مرخصتهم يعني مرخصة فرانكو ومرخصة فؤاد اعطيتكم كتم بس اريد لان ما راح ينحل الموضوع هيك والله زحمه والله زحمه احنا 6000 شخص دا يريد بس يريد يسمع يريد يفتهم لا 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 لا, لا فرانكو فؤاد ولا صوره هاي مخليتها اصلا فد يوم هم زين هاي حساب وهمي طلع الحساب مالتي كامله هاي مو صورتي عمر حياتي ما مخليتها هاي صوره منزلتها انا عندي بالسناب خلي اكمل لك سجاد فكنا دا نلعب انا وفرانكو قبل شويه ففرانكو قال لي زهراء سدي اللايف وخلي نفتح انا وياك بالليل بعد لا تصعدين ويا احد اوكي زين ليش ليش بس اوكي اكو قال لي لا تصعدين يعني عمود حماسنا نبقي الليل فكان انا ايش سويت قلت لهم كمان يدزيد غلط بالغلط الشخص لا يعني فؤاد لا هذا مو حسابي بس أنا ما عندي هيك شيء. علاو بس خابر كينج أحمد خلي خابر فؤاد. بس خابر كينج أحمد خلي خابر فؤاد. علاوي خابر كينج أحمد خلي خابر فؤاد. خابر كينج أحمد. مستعدة أصوره كله يا فؤاد. خابر كينج أحمد بس خلي خابر فؤاد. فؤاد. تمام؟ والله زحمة قدام العالم أقسم برب.
هاي خلاص انا رايحه. عندك شيء شخصيه وتشذبين العالم. انت تشذب بس راح اوصل كلمه طبعا سجاد لهم هم الاثنين. اني فؤاد فرانكو حس كل العراقيين اخواني، واللي يحكي عليهم حكي علي وحكي على بلدي، وهم بصورتي وما انطب ايا كان ان كان غلط ولا صحيح. ما يصير احنا هذا برامج تواصل، هذا برنامج نوصل فكره عن العراق. ما يصير اكبر غلط اللي سويتوه واللي حكيتوه الكلام الغلط، وصلت صوره عن العراق غلط. ما يصير. انا رايحه بس اني راح احاول اهدى وما راح ازعل منكم. شيطان دخل، شيطان دخل. احنا ان شاء الله محلوله، ان شاء الله محلوله يا الله. يلا زهراء يعني حاولي تسدين اللايف اذا تقدرين. حاضر اخوي، نورتني في دول قلبي. الله يسلمك. ايه انا رايحه، اعذروني. يلا اوكي، وي باي. حروح مع اصدقائي يعني. لا سدي اللايف، سدي اللايف. خاف اريد اروح اسد اللايفات ونجي. انا ما اغير جو لانه لازم. لا احنا بس باي على مود يصير اتصال خاص، على مود شنو انه نحل الموضوع، ما نحله قدام العالم. والله العظيم زحمه قدام العالم كله زحمه. والله العظيم والله العظيم هسه يقولون عراقيين بيناتهم يتعاركون. والله العظيم مو دراما، اقسم برب العباد. انا صعدت عبالي جاي العب جوله شفتها صايره يعني مهاوش. والله مو قصدي بالقران اوكي، واسف يعني اسف للكل. يجوز ساحه عصبيه والولد ترى. والله فرانكو بس جاد نصيحه مني لك، المكالمه لا تخليها هسه، تشوفهم هم اوكي. لا 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 مو هسه، لا انا هدي الموضوع. والله هدي انت انزلي بعد، انزلي على مود شويه يهدي الامور. انزلي وروحي وهدي الامور ان شاء الله. ان شاء الله. يلا مع السلامه. الله يعطيك خير. الله اذروني اللي صار، شفتوا مو بيدي. انا احبكم كلكم والعراقيين كلهم على راسي. انا عندي العراق خط احمر، وين ما اروح وين ما مسافره وين ما اكون عندي العراق خط احمر ما ينجاب طاري. وان كان شبابه ولا بناته غلطانين، كلنا احنا غلطانين، كلنا عندنا سوء. اقل شيء البارحه موضوع كان مال البنيه مفضوع.